حاجات غريبه جدا الواحد بيسمعها. هو ده اللي حاجتين اللي الناس شغاله عليها، بعض من لا يشجع النادي الاهلي شغالين عليها خلال هذه الفتره، حاجتين يا جماعه اطلعوا باركوا. نمره واحد، نمره اتنين التبرير. انتوا بتطلعين تبرروا ايه؟ احنا ما بنبررش، احنا 42 دوري، فهنبرر في ايه؟ هبرر ايه؟ 42 دوري ده بالنسبه للدوري، بالنسبه لافريقيا 10، اللي بعديه 5، يعني انا ضعف اللي بعديه، فهبرر ايه واقول ايه؟ وبعدين الكلام اللي احنا بنتكلمه ده للمصلحه العامه. هتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده يا اسلام؟ انت لا بتتكلم عشان مصلحه. اه طبعا، ما هي مصلحه النادي الاهلي هي الاهم بالنسبه لي، ولكن هناك مصلحه اعم واشمل من مصلحه النادي الاهلي، وهي مصلحه البلد. هو احنا لما نتكلم في الفار وتطبيق الفار السنه الجايه الناس هتاخد بالها من الكلام ده. الناس السنه الجايه، الناس السنه الجايه دي اللي هي كمان شهر بالكتير، الناس هتاخد بالها من الكلام ده ويبدا الموضوع يتغير. فمثلا ما هم ثلاث حاجات، انا اسف اللي بيتكلموا فيهم مش حاجتين، ثلاث حاجات، اللي هو يقول لك ايه؟ التبرير، انتوا طالعين تبرروا، دي نمره واحد. نمره اتنين يطلع يقول لك ان اطلعوا باركوا. نمره ثلاثة هقولها لكم بطريقه التشجيع، هغنيها يعني، اللي هو ايه؟ افريقيا ايه يا عم؟ الدوري اهم. ده لما بيكون شغال في الدوري والدنيا ماشيه معاه في الدوري، خلاص؟ ده اي منافس، انا بتكلم بشكل عام. او يقول لك ايه؟ لو الدنيا مش ماشيه معاه في الدوري وماشيه معاه في افريقيا، يقول لك ايه؟ دوري ايه او افريقيا ايه يا عم؟ الدوري اهم. وبعدين يرجع يقول لك دوري ايه يا عم؟ افريقيا اهم. يا جماعه ارسوا على حل، ارسوا على حاجه، الدوري اهم ولا افريقيا؟ احنا النهارده ماشيين في افريقيا يبقى افريقيا اهم، النهارده ماشيين في الدوري يبقى الدوري اهم. طيب خليني اقول لحضرتك الفكر او كيف يفكر جمهور النادي الاهلي في الدوري وفي افريقيا وفي غيرها. طيب انا لو بلعب ماتش ودي، لو بلعب ماتش ودي بالنسبه للنادي الاهلي هو مهم زيه زي بقيه الماتشات بالظبط. الدوري مهم، افريقيا مهمه، الكاس مهم، كاس العالم طبعا مهم، كاس العالم للانديه مهم، كل البطولات اللي احنا بنلعبها مهمه. هو ده تفكير جمهور النادي الاهلي، عشان كده تلاقيهم زعلانين جدا على لو لا قدر الله الماتشين اللي جايين او الماتش اللي جاي ما قدرناش ان احنا نكمل في الدوري العام بشكل جيد. فهو ده تفكير الجمهور الاهلي، هو ده التفكير، او ده دايما النادي الاهلي بيروح لكده، ما بيروحش ان هو ايه احنا اليومين دول شغالين في الدوري. يعني احنا مثلا لا قدر الله لو خسرنا الدوري اليومين دول، الاسبوع الجاي او يوم الثلاث خسرنا الدوري، خلاص رسمي هيصبح، لو حصل هتلاقي جمهور النادي الاهلي زعلان ومتضايق، بس مش هيطلع يقول لك اصل افريقيا اهم من الدوري، مع ان معروف في العالم كله ان البطولات القاريه اهم من البطولات المحليه. ولكن لا، عند جمهور الاهلي الموضوع مختلف، الفكره نفسها مختلفه، الفكره نفسها مختلفه. لكن انا النهارده شغال في افريقيا يبقى افريقيا اهم من الدوري، وتطلع الكتائب وتطلع الامور كلها افريقيا اهم من الدوري. طيب طلعت من افريقيا وبلعب في الدوري بس والدوري قرب مني، الدوري اهم من افريقيا يا جماعه؟ ما انتوا دي واضحه وصريحه، مفيش حاجه اسمها كده. جمهور النادي الاهلي مختلف، عشان كده مختلف، عشان عنده تفكيره مختلف، تفكيره دايما في ناديه ان هو يكسب.